شو اخباركم شباب؟ شو اللي صاير؟ ما يصير ساعة يعني كم اليوم اقمتوا؟ انا اليوم تاكي حط رجل على رجل فجأة شوف الاقامة لا هي ب 15 ولا هي ب 20 23 هذا توقيت ها دقيقة ها هذا مو توقيت صح ولا لا يا شباب 23 دقيقة وثمان ثواني وخمسة وجزء من الثانية ما عندنا ساعة ترى يا حبيب الجنرال عشان يعرف يعني يكفي ان جبنا 20 دقيقة ليش حطيناك دقائق هذه يعني ما ليه حطيناك شيخ احنا؟ حط شيخ معي ساعة عشان تروح ساعة. طلبت اي طلبت من اللي طلبت والله منه؟ والله اني طلبت امشي على شهادة الشباب مين طلبت منه؟ طلبت من الادارة اثنين في الادارة منهم؟ ابو عبد الله وابو معتز ايه ايه انه شنو؟ انه نبغى ساعة في المسجد عشان اذا اذنا نعرف متى نقيم يا شباب ثلاث دقائق بس الفرق ترى صح. يعني ما يبنى يا اخي بالله عليك ما عندكم ساعات يدويه كلكم بس احيانا ننسى بالغرفه احيانا تضيع تنسى نصها والله انها ما بتنسى خذ واحده من الساعات حقت الشباب وطقها في المسجد حقت اليد اي طقها المسجد ما شاء الله رجال يكشخ يجي يحط ايده على الجدار يلبسها يروح يكشخ فيها سووا مبادره انزل عن الساعات فريق الدعم دقوا على فريق الدعم بدل ما نشوف يعني بنرات حلوة عجبتني نشوف ساعات عجبتني بس ترى تبقى ثلاث دقائق ما ينباجي يعني سلام استريح استريح لا قناة الواقع ولا نجوم البزنس يرضون انهم يسلكون للمسجد نعم حتى لو من حسابنا الخاص بنشتري ساعه اذا الاداره ما توفرها عادي انت اول شيء احضر بدري احضر بدري وصلي بعدين اقعد تفلسف لي تفلسف وبتفلسف اي تفلسف اقعد بس طيب الحمد لله حلو الموضوع اللي عندنا مسفر اليوم صار الاب الروحي لكم رايح يجيب الشباب يلا يا شباب الله يهنيكم صلاة الله يرحم والديكم صلاة يعني يا شباب ما يصير هل هذا صحيح؟ لا ما يصير وين المسؤولية؟ الثقة الشيء الجيد اللي أنا غرسته فيكم الروقي أنت ايش فيك؟ تاكي في شاطئ ولا راكب طيارة ولا شنو؟ ليش؟ احس انك مو متحمس بالموضوع انا بعد ما حلقت صار عندي حذفه حذفه صرت يسار صح باين من انا في فضاوه خليني اتوجه عبد الرحمن غالب يا حبيبي انت ايش فيك تعبي هواء واجد اعبي هواء اي هناك شايفك تعبي هواء واجد بس انه يعني عشان تشوف الشباب يعني كيف ماشي صح نايمين شباب الشباب ترى مورطينك ينامون ويقولون خلوا ابو غالب يا حبيبي يعبي هواء لما نجي ترى شوف الشوكلت مو بفايدك اللي تتكلم عنه ترى اسحب على الهواء انا انا اقول لك الكلام يعني اللي جالس يصير شباب الغرفة حقتكم فيها مشاكل تدرون عنها؟ ايه والله عبد الرحمن الله يهديه انا ما نمت والله ما نمت اليوم جابنا على القاع والادوانين ملابسنا في الارض وانا نايم في الارض ما نمت وراي مطبخ هذا مو خرب احد هذا اختبار مني بشوف كيف مسؤوليتكم انا نايم في الارض كيف المسؤولية؟ كيف ال... كيف؟ معليش معليش كيف مسؤولية؟ تبني اشيل الدولاب وادخله؟ وليش ما تشيله؟ لا تعبان ما اقدر اشيله انا. خلاص احنا نشوف لكم الحين عادي يدخلون الدولاب. يعني ما في تمرون. تمرون امر. ما في شان يعني. تمرون امر. حبيب عيني. بندخل الحين لكم الدولاب وبعد شو اللي تبون؟ ابغى تنظف الغرفة بصفتي مساعد يعني بريح تنظف انا مكلمك صح ولا لا؟ ما قلت ما كلمتك عن النظافة؟ حلو هذا خلصناها خلصناها طيب اللي شلوا
الدولي في الدنيا ترى وسخه يا ابو زيد. افضل افضل من الفندق 50 جنيه يا ابو زيد. ساكا تشبيه بنلقى ان شاء الله بنلقى. انا والله سؤال جنرال سؤال جنرال سؤال بس الطالب احمد سم عامر لان حركه صبح حركه استاذ انا احسب احكم احترم اقول استاذ بعد شكرا سم انت الاستاذ اتهمك راحتنا صح ولا لا؟ نعم يوم تقول الاوامر هذه نعم طلبه اخو انكم ما تردني تفكنا من هالكاميرا اللي موسوستم فيني حتى بالنوم إيه؟ يا اخي حتى اذا طفينا اللمبات فيها اشاره حمراء الكاميرا اللي بغرفه النوم يا برزاقه لا انا مرتاح يا اخي ما ادري لا انا مرتاح واذا جيت بغير غير دخل الدرج صوتك ترى مو واضح ولا مسموع لان البشت مغطي على المايك ما هو بشت اللي غطي على المايك انا ابوي اسمعني كذا كويس كذا تمام كذا تمام انت فنيله وسروال صح مجاب دور انت لا والله استغفر الله لا انت شلابي ايش لابس برزاقه انا ولد ابوي برد ذبحني خلنا عرب برزاقه البرد ذبحني اترك عني اترك عني برزاقه اهم شيء فكنا من الكاميرا الله يرضى عليك برزاقه الكاميرا والله ما انا ارتاح فيها ان حتى بالدرج نغير بدرو دارت مياه الله يكرمك بعيدة عنا انت شفت دخوليتك يوم انت تدخل في المسجد انفتح ذا باين لا لا هذا لا ما هي من السؤال هذا طول العمر هذا اللي هو حقة النوم زي بجامة بيضة اللي هي حقة لا قربناها فندق لا يا ابو يا ابو بجامة ابو رزاق الموضوع على الكاميرا تكفى فكنا منها والله زين الكاميرا هل تشوفون فيها هل تشوفون فيها مشكلة اي والله ابو رزاق ما ارتاح مسوسي سيف ايش عندك متأخر تاكشن عليكم السلام ما اعرف اسمه بارك سيف ايش عندكم متاخر يا سيف ترى اخ القائد اخ القائد اخ القائد تجيب العيد زايد تفضل هنا تعال هنا كافي وحده كافي تجيب العيد من البقره